انا اسمي داليا من حلوان، انا اصلا بس طبعا شغل حلوان يعني في قلق شويه، فما بفتحش ان انا اشتغل في حلوان. جيت اشتغلت هنا مع كان صاحب العربيه الاول، كان اسمه احمد، راجل محترم يعني، اشتغلت معاه فتره طويله. وبعد كده ايه حبيت ان انا اخد العربيه لوحدي. العربيه يعني على هي مجزيه شويه، وشويه برضه بقى يعني شويه بحط لها انا وشويه بتديني، يعني مشيناها كده مع بعض. انا عندي 22 سنه، المفروض ان انا اخر سنه في دار علوم السنه دي، وبس دخلتها كده يعني اللي هو عشان خاطر والدي بس مش اكتر، لكن انا فاشله فيها خالص. انت كنت جايبه كام في الثانويه العامه؟ انا كنت جايبه بصراحه 85%، كنت عايزه اخش تجاره بس هو قال لي لا اخش دار علوم. هو كان دار علوم بس طبعا والده توفى ما قدرش يكمل، فكان حابب ان انا اكمل المسيره بتاعته. وادي فاضل لي سنه ومش عارفه اكملها يعني. انا متجوزه ومعايا عيل صغير عنده شهرين، بس طبعا ما حصلش نصيب وانفصلت. فبصراحه ما بحبش ان انا مش من نوعيه الناس اللي بتاخد المصروف دي خالص، اموت كده لو ده حصل. فحبيت ان انا انزل واشتغل واجيب مصاريف انا بنفسي. طبعا المشروع ده انا شغاله فيه بقالي 3 سنين، بس كنت بشتغل عند الناس يعني من مكان لمكان، وانا بصراحه تعبت من كده اني بدور على شغل، وانا ما برتاحش كمان في الشغل عند الناس، قليله شويه. فحبيت ان انا اخد حاجه لوحدي زي كده. باجي من حلوان كل يوم، والله باجي افتح على حوالي الساعه 7:30 8 كده. طبعا كل اللي بطالع على الدائري زي كده لازم يجي يلاقيني فاتحه يعني، وليا ناس زباين يعني، ليا ناس بتيجي تستناني اصلا، لان انا بقالي هنا فتره، مش يوم ولا اتنين، بقالي هنا فتره. غير ان انا اصلا اشتغلت يعني، لو اقول لك اشتغلت في كل مكان في القاهره والجيزه، اشتغلت في حدائق الاهرام دي اللي تبع الجيزه، واشتغلت في اكتوبر، واشتغلت على الدائري عند البوابه الثانيه الجديده، واشتغلت في التجمع الخامس ده كتير جدا يعني، عند الغاز شويه ومجمع البنوك شويه وفي محور 77 شويه، وفين تاني، وحلوان برضو اشتغلت فيها شويه. بس طبعا يعني حلوان اسوا الاماكن، لان انت عارفه منطقه شعبيه. صراحه يعني كان على عيني ان انا اسيب المكان اللي هو مجمع البنوك ده. بصراحه ربنا راجل محترم جدا 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 كمان. راجل محترم جدا. وعمره ما دق معايا على مشاريب، عمره ما دق معايا على فلوس اي حاجه زي دي. كان بصراحه سايب يعني سايب لي العربيه امانه بصراحه. بس طبعا انا سبته عشان خاطر انا عايز اعمل حاجه لنفسي. ايه طموحك بقى؟ يعني نفسك تشوفي نفسك فين بعد كده؟ والله انا ربنا كرمني بس وخلص السنه اللي فاضله لي ديت، وطبعا غصب عني مش بمزاجي، هو والدها هيعينني في مدرسه. انا عندي 22 سنه، انا بشتغل بالظبط بقالي 6 سنين، 6 سنين من ساعه ما كنت عندي 16 سنه بشتغل. كل حاجه ممكن تتخيليها اشتغلت فيها، مكاتب اشتغلت، مصانع زبادي اشتغلت، مصانع ملابس اشتغلت، اشتغلت بيبي سيتر شويه. هو اصلا يعني انا من النوع اللي بحب الاطفال، فبيبي سيتر دي كنت بحب الشغلانه دي جدا يعني. بتعرفي توفقي ازاي بقى ما بين تربيه ابنك والعربيه والشغل؟ انت بتروحي الساعه كام؟ انا بشتغل هنا ببدا من 7 مثلا او 8، بروح على 6 7 كده. طيب مين بقى اللي بيتولى امر ابنك في الفتره دي، وازاي بتربيه وتوازني ما بين الحياه العمليه وكأم يعني؟ هو مبدئيا بيرضع صناعي. هو كان بيرضع طبيعي، وطبعا لما نزلت رابع يوم الولاده جات لي حمى، قعدت فيها 10 ايام او 12 يوم بموت. فطبعا كان ممنوع خالص ان هو يرضع طبيعي تاني، فابتدى ان هو يرضع صناعي مع والدتي. والدتي بتشتغل في معمل تحاليل في حلوان، بتروح مثلا على الساعه 5، فبتسيبه. انا ليا اخت صغيره عندها 12 سنه، فبتسيبه الساعه ديت معاها يعني، بتسيبه الساعه ديت معاها، وبعد كده برجع ناخده بقى. صحه ابنك طيب بعد ما نزلتي تشتغلي بعد ما ولدتي كان عامل ازاي؟ لا هو يعني كان طفل صغير المفروض حد بقى يعتني بيه، الفترة دي مين اللي يتولى الاعتناء بيه؟ هو أنا باخده شوية ومع والدتي شوية، لأن يعني أنا طبعًا من بعد الانفصال خلاص بقى عايشة معاهم على طول، بس طول الليل طبعًا معايا شوية ومعاها شوية، ساعات باخده أنا منها بالليل لما بكون مثلًا هي تعبانة ومرهقة، باخده أنا منها طول الليل، باجي هنا بموت طول النهار. فا يعني مشينا كده، بس ده برضه ما يمنعش إن أنا يعني في يوم من الأيام ممكن أبطل شغل. يعني طب انت طموحك انت ليك انت نفسك توصلي بعيدا بقى، بغض النظر عن والدك عايز يشوفك فين، انت عايزه تبقي ايه؟
والله انا يعني ممكن يشوفك مثلا كده فاتحه كوفي شوب مثلا كبير وليكي فروع بقى في كذا مكان، بما انك بداتي من عربيه صغيره. هو مش معتمد على الشغلانه نفسها، هو معتمد على وقفتي في الشارع، لان طبعا غصب عني مش بمزاجي انا بتعرض لمضايقات. انا بلاقي ناس حاطه لي ارقام الموبايلات في الفلوس وانا باخدها، فغصب عني لازم ان انا اتعرض لمضايقات. بس طبعا بقى انا لو جريت كل واحد هبقى ما شاء الله سنترال هنا. لو انا اصلا يعني انا بدعي ربنا لو المشروع، هو المشروع ده كويس وعجبني، يتحول بقى المحل، يتحول بقى الكوفي شوب، يتحول لكافيه، حاجه زي كده ماشي. بس في النهايه يبقى شغل حر مش شغل عند حد، لان انا زي ما قلت لك انا ما برتاحش خالص خالص في الشغل عند الناس. من النوع اللي انا لو حد قال لي بس على تعديل صغير في الشغل ممكن اسيبه وامشي، بحبش خالص موضوع ان الاقبال بقى في العيد عامل ازاي على ممشى الملوكيه العيد الاضحى ده؟ والله اول يوم كان الشغل كويس، تاني يوم وتالت يوم طبعا في ناس بقى بتبقى مسافره، في ناس بتبقى اجازات، الكلام ده كله يعني الشغل هادي شويه، بس انا من النوع اللي هو عادي يعني مفيش مشكله.